وعلى هذا النشاط شنو دوره، بعدها ننتقلوا الى مواهب. اولا السياق تاع المشروع تاعنا، مشروع كامل هذا كامل، مشروع شركتنا اللي يجزء منه هو النشاط هذايا، فجأة جاي اولا في اطار برنامج كابدا اللي هو برنامج شراكة بين الأمم المتحدة وزارة الداخلية الجزائرية، برنامج الاتحاد الأوروبي، ومن بعد عندنا مناسبة هنا يكتشف من أكثر. البرنامج هدفه تعزيز قدرات فعالية محلية. تعزيز قدرات فعالية محلية هذا راح يتطلب دراسة علمية، دراسة تقنية أكثر من الشكل بشيء من قبل. وكان تم خلال تشخيص إقليمي لبلدية مسعد. جاو خبراء هنايا داروا تشخيص إقليمي، شافوا مسعد إمكانياته وش هي، نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص المتاحة، التهديدات المتاحة. وخرجوا لنا محورين أساسيين للتنمية. اللي هو محور أشجار، عفوا أشجار مثمرة، محور صناعة التقليدية بالذات الجلود والصوف. بعد هذا الموضوع، بعد الموضوع هذه كون مجلس استشاري بلدية مسعد، دار رؤية استراتيجية كاملة لبلدية مسعد، مسعد 2040، وداروا فيها مجموعة من ما نقولوش طموحات ولكن تصورات مسعد كيف راح تكون، من بينها إدماج هذه المحورين هذول في إطار التنمية المحلية. من النقاط المهمة أيضا يطرحها برنامج قبل هي فكرة دور جمعية التنمية المحلية. جمعية راح قد تكون محفز للتنمية المحلية، قد تكون أنها هي اللي تبدأ مشاريع جمعوية، مشاريع تؤثر على حياة المواطنين تاع الإقليم، على التنمية الاقتصادية، على عدة جوانب. هذا السياق اللي جاي المشروع تاعنا. طيب شنو المشروع تاعنا؟ طبعا شكرا. طيب المشروع تاعنا ما هو؟ يعني اللي فيه جزء من النشاط هذايا هو برنامج شركتنا ترقية الصناعة التقليدية، الهدف تاعو المساهمة في ترقية الاستقلالية الاقتصادية للشباب والنساء العاملين في مجال الصناعة التقليدية. هذه هي الفكرة تاعنا، انه عندنا صناعة تقليدية في منطقة مسعد، عندنا ناس نعمل فيها منذ الازل، معناها منذ بداية منذ نشأة مسعد نستخدم الصناعة التقليدية هذايا. للأسف الشديد ما عندهمش استقلالية اقتصادية، ما عندهمش مورد دخل ثابت، ما عندهمش إطار